الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة المرقاة، في أولى حلقات برنامجكم برنامج فتاوى رمضان لهذا العام 1438 للهجرة. وبداية نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، ومن سيتولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر، أستاذ الفقه المقارن. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله شيخ محمد، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. الله يحييك. نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بين الفينة والأخرى، وبإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة سنقوم باستقبال أسئلتكم على صاحب الفضيلة وطرحها على صاحب الفضيلة يجيب عليها مشكورا. كما أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم عبر وسم أو هاشتاغ في تويتر فتاوى رمضان، وبإذن الله عز وجل سنقوم بقراءتها على الشيخ ليجيب عليها مشكورا. شيخ فاضل، بداية نبارك لكم هذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام. أسأل الله عز وجل أن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى أمة محمد في كل مكان، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقوم إيمانا واحتسابا. وأتقدم بالتهنية لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ولي عهده ولكافة الأسرة ولجميع المسؤولين في الدولة ولكل أهل بلادنا ولكل المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في شهر رمضان، وأن يجعلكم فيه من العتقاء، وأن يوفقكم فيه لقيام ليلة القدر، وأن يوفقكم فيه للصالحات. الله سأل أن يجعل هذا الشهر شهر عز وتمكين للإسلام والمسلمين. يا رب العالمين. بارك الله فيك صاحب فضيلة الشيخ. لعل نبدأ أولى حلقات هذا البرنامج برنامج فتاوى رمضان لهذا العام، ونسأل الله عز وجل كما بلغنا أوله وأن يبلغنا آخره ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. شيخنا، كيف نستقبل هذا الشهر الكريم، وكيف نستقبل هذا الضيف الكريم شهر رمضان؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك عملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم سددنا في الأقوال والأفعال. اللهم اجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم، انفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما كيف يستقبل رمضان، فاستقبال رمضان له طريقان. طريق يستقبل الناس فيه رمضان برسائل تنشر وتوزع بلا اهتمام ولا مبالاة، سامحوني، حللوني، أبيحوني. والطريق الآخر يستقبل رمضان في نهاية رمضان، فيبكي الإنسان في أول ليلة إلى آخر ليلة على أن القنوات تسرق منه رمضان، ويبكي ويتباكى. فكلا الطريقين طريق خاطئ، ليست من طرق استقبال رمضان، وليست من طرق العمل الصالح. وكلا الطريقين الناس فيها مفرطون مقصرون مخطئون. فالفريق الأول في الطريق الأول، وهم الذين يستقبلون رمضان برسائل سامحوني، نقول بل ردوا المظالم لأهلها، ردوا المظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، إياكم والظلم. قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، هذا الاستقبال الحقيقي. لا بد أن تطيب خاطر من ظلمته وأخذت حقه، وأن ترد المال إلى أهله والحقوق إلى أهلها، وأن تذهب إليهم وتطلب العفو والصفح. هذا هو الاستقبال الحقيقي لرمضان. لا بد أن تفرغ قلبك من العداوات والشحناء، وتصالح من غضب عليك، وتتصالح مع من أغضبك وأخطأ عليك، وتصله، سواء كان من القرابات، من الأرحام، سواء كان من الجيران أو من الأصدقاء أو من المسلمين. يجب أن تتواصل معه وأن تتحلله وأن تستبيحه. وهذا ليس فقط في رمضان ولا في استقبال رمضان، بل في كل استقبال لحظة في الحياة، لأننا لا ندري متى نموت. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ويقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء يوم القيامة، فلا يظلم أحد فيه حتى الحيوانات.
فلذلك يقول الله عز وجل: ويقولون ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا هو الطريق الأول الصحيح. أما الطريق الثاني الذين ظنوا أن القنوات، سمحت لي شيخ، الطريق الثاني يكون بعد اتصال معي الأخ فهد على الهاتف. الأستاذ شيخنا معي الأخ فهد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك الأخ عايض. حياك الله يا عايض، تفضل معذرة. الله يسلمك يا شيخ محمد، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، بارك لكم بالشهر الكريم وتقبل منا ومنكم صالح. الله يبارك فيك يا رب ويتقبل منا ومنكم. تفضل سؤالك يا عايض. ودي أسأل الشيخ، أبوي متوفي وبعتمر عنه، هل يجوز أول شيخ عمره عني أنا ولا عن أبوي؟ والدك متوفي وتريد ان تاخذ عمره عنه، ايه، هل يجوز ابو شيء اقدم نفسي انا العمره ولا اخذ عن ابوي؟ سبقنا ودي اقدم له عمل صالح لابوي في هالشهر. سبقنا اخذت عمره عن نفسك انت يا عايض؟ ايه اخذت السنه اللي فاتت، بس السنه هذه. طيب طيب طيب، تسمع اجابه الشيخ يا عايض. شكرا لك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب شيخ، تكلمتم عن القسم الأول في استقبال رمضان، القسم الثاني؟ القسم الثاني الذين يظنون أن القنوات تسرق منهم رمضان، وأن التواصل يسرق منهم رمضان، والحقيقة لا القنوات ولا التواصل، فكلاهما بريء. القنوات تعرض الحرام والفساد والإفساد، ولكنها لا تجبر أحدا على أن يأتي هذا الفساد، وكذلك التواصل الاجتماعي. فإذا الذي يسرق يسرق رمضان من أيدينا نحن، نحن الذين نسرق رمضان ونسلمه للقنوات وللتواصل وللفساد، ثم نقول سرق رمضان منا. من السارق؟ أنا السارق إذا سلمت وقتي للقنوات وعكفت على القنوات. أي صوم عندما يعكف الإنسان بعد صلاة المغرب على القنوات ويتابع من الأمور التي لا يعلم بها إلا الله، ثم يعود بعد التراويح إن صلى التراويح ويعكف إلى الفجر، وربما صلى الفجر وعكف على القنوات، أي صوم؟ أي أثر لهذا الصوم الذي قال الله عنه عز وجل: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم تحصيل للتقوى، فكيف نحصل التقوى ونحن نعصي؟ فإذا من أراد أن يستقبل رمضان فليمسك عليه وقته ولسانه وعينيه وقدميه ويديه ويحفظهم ويصونهم. فلذلك كان السلف يجلسون في مساجدهم يقولون: نحفظ صومنا. ولذلك جاء في الصحيح: إذا سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم، يحفظ صومه، يحفظ صومه من ذلك. فكيف الذي يعكف على الحرام ثم يقول سرقوا منا رمضان؟ بارك الله فيك صاحب الفضيلة ونفع الله بعلمك. الأخ عايض كان أول متصل معنا في هذه الحلقة، كان يسأل أن والده متوفي ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، ويريد أن يأخذ عمره عن والده، وهو سبق أن أخذ عمره. يجوز له أن يعتمر عن والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة وسألته: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما قال الرجل: لبيك عن شجر برمة، قال: وما شبرمة؟ هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك. فدلت هذه الأحاديث على جواز النيابة في الحج والعمرة، فيجوز له أن يعتمر عن أبيه. طيب، ولأخذ عمره عن نفسه ثم عن والده في نفس الوقت، يعني بفاصل قصير؟ تكرار العمرة خلاف بين أهل العلم، وجمع من أهل العلم يمنعون تكرار العمرة، ويقول بعضهم: لا ندري أيؤجرون أم يؤزرون إذا ذهبوا وأحرموا من التنعيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، استدل به العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على تكرار العمرة. ولا نستطيع أن نمنع أحد، ولكن نقول في مواسم الزحام على المسلم أن يخفف على إخوانه المسلمين ويؤجر على ذلك، وإلا تكراره صحيح وله أجر في ذلك. نعم، بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. أستاذك في اتصال معي الأخت أم ريم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي سؤالك. أبي أسأل، أنا حامل في الشهر الثالث. نعم. ونص الدكاترة يقولون صوموا، ونص الدكاترة يقولون لا، فأنا أفطرت أمس واليوم. إيه. وأنا أبي أسأل، أقدر أصوم الباقي الصيام ولا أسمع الباقي الدكاترة اللي يقولون لا تصومين؟ وليش يقولون لا تصومين؟ عشان يعني وش السبب في ذلك؟ لاني انا حامل، اقول لك في شهر ثالث، يعني بشان الحمل، عشان صعب عليك وصعب على البنت.
طيب، تسمعين إجابة الشيخ يا مريم، شكرا لك. شكرا يلا مع لك. السلامة. الأخت مريم الشيخ كانت تسأل تقول أنها حامل في الشهر الثالث، ونصف الأطباء يقولون عليك بالصيام، والنصف الآخر يقول عليك بالفطر سلامة لصحتك وللجنين، وهي أفطرت بالأمس واليوم. إذا ثبت طبيا عند الأطباء أن هناك ضرر، أن هناك ضرر عليها وعلى جنينها، فعليها أن تفطر ولا يجوز لها الصوم. وأما إذا لم يثبت هذا الضرر فلا يجوز لها الفطر، فهي حامل على كل حال يجوز لها الفطر ما دام الضرر هناك واقع، فتفطر وتقضي وتطعم بعد رمضان، تطعم تقضي وتطعم. بارك الله فيك، نفع الله بعلمك. شيخنا هذا يسأل يقول أن جده كبير في السن، وأن عقله أحيانا معه وأحيانا ليس معه، ولا يخبرونه بالصيام حتى لا يصوم شق على نفسه، هل يأثمون في ذلك؟ ما دام أن عقله يذهب ويأتي فهو ساقط عنه التكليف لذهاب عقله، فلا تكليف عليه، فعليه فلا عبادة عليه، ولا يأثم في ذلك هو، ولا يجب عليه لا صوم ولا قضاء ولا فدية، وهم لا يأثمون. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. أذكر الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل معنا التي تظهر بين الفينة والأخرى، وبإذن الله عز وجل سنقوم باستقبال أسئلتكم وطرحها على صاحب الفضيلة ليجيب عليها مشكورا. شيخنا الفاضل، بعض الناس يجتهد في أول الشهر، وتجد في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم يعني مجتهد في القراءة، في الصدقة، في الإحسان، في البر، في الطاعة، وما إن هذا الشهر يبدأ في الانتصاف ويقارب النصف، ثم يبدأ يفطر في طاعاته وعباداته. هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بنوم وقيام، فإذا دخلت العشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا دخل العشر، تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، أحليا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويتفرغ للعبادة، فكأن هذه العشرين جعلها الله عز وجل، فكأن هذه العشرون جعلها الله عز وجل مقدمة وموطئة للعشر الأواخر، لأجل أن يكون الإنسان جاهز لأن يدخل في كنف الله في الاعتكاف في المساجد، سواء كان رجل أو امرأة. هذا هو واضح من هذه العشر الأواخر، ولكن بعض الناس يعكس ذلك، وهذا من الحرمان المبين، فينسى أن رمضان 30 يوم، فلا يذكر أنه يستطيع أن يدعو أحد للإفطار أو للسحور، أو يدعوه أحد للإفطار أو السحور، فلا تأتي الولائم إلا في العشر الأواخر، ولا يذكر أن هناك حاجيات للعيد إلا في العشر الأواخر، ولا يكثر الذهاب لصلة الرحم إلا في العشر الأواخر، فيظن أن هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو السليم الذي يضيع به العشر الأواخر. فنقول اجتهد في العشرين الأول واعمل وجد، والعشر الأواخر يجعلها اعتكافا كاملا. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. استاذنك في اتصال معي الأخ زبن، السلام عليكم. ألو، حياك الله أخوي زبن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. وأنت بخير، حياك الله يا زبن، سؤالك. الله يرضى عليك. أقول لك بالنسبة مثل الشيخ يا أخي، في بعض الأئمة ولا أئمة المساجد يذهبون يتركون مساجدهم للصلاة في الحرم، فما هو الأحسن يا أخي؟ يترك المسجد يعني يوم ولا كل رمضان عشان يصلي في الحرم؟ لا، كل رمضان، كل رمضان طال عمرك ويضعون الأعمال الوافدة دي وهم يتركون المساجد. طيب، تسمع تعليق الشيخ وتوجيهه، شكرا لك يا زبن، بارك الله فيك. طيب شيخ الأخ زبن كان يسأل عن بعض الأئمة، هم قلة إن شاء الله، يتركون مساجدهم ويقوم بتوكيل بعض الوافدين لصلاة العشاء والتراويح ويتوجهون للصلاة في بيت الله الحرام في مكة. الوزارة وضعت لها نظاما تمنع فيه الإجازات إلا في الحدود الضيقة في رمضان، وتمنع الأئمة والخطباء من ترك المساجد، فمن ترك مسجده أو جامعه وذهب لأجل أن يعتمر بغير إذن رسمي من الوزارة فهو آثم عاصي، لأنه ترك الواجب الذي التزم به وهو إمامة المسجد وخطابة المسجد، وتوجه إلى النفل الذي ليس بواجب عليه، فضيع الأمانة
وأخطأ في هذا العمل، فعليه أن يتق الله عز وجل. من يفعل هذا العمل مهما كانوا قلة عليه من يتق الله، ولا يترك مساجدهم إلا بإذن الرسول. والوزارة وفقها الله لها أنظمتها ولها طرقها، ومن تواصل ومشى وسار في الطريق الصحيح وجد له النظام الذي يستطيع أن يقضي ما يريد. أما ترك المساجد كما وصف الأخ المتصل فهذا لا يجوز ومحرم شرعا، إلا من أذن له بإذن رسمي. بارك الله فيك نفع الله بعلمك. هذا يسأل يقول أريد أن أشارك في تفطير الصائمين في المسجد المجاور لمنزلي، يقول وأن المتكفل بالتفطير يمنع استقبال أي إفطار من خارج ما دفعه للإفطار، يقول هل هو يأثم في ذلك أم أنه محق؟ هو لا يأثم، وأنت عليك أن تبحث لك عن مكان آخر، والحمد لله رب العالمين، فكلاكما محق وكلاكما له أجر. بارك الله فيك شيخ نفع الله بعلمك. معي الأخ مبارك على الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا مبارك. ياكم اتفضل يا حبيبنا، سؤالك مبارك. علينا وعليك يا رب، علينا وعليك، تفضل. عندي ابي شو اسمه ابي في الصيام ما لي بصوم. سمي مبارك. ايه ما لي بصوم والله، اللي اعطي الفدية اعطيها هذا. ها؟ انت ما تصوم وتسأل عن الفدية تعطى لمن؟ طيب طيب عشان اقول اعطيها هذا حق الافطار الصايم ذا ولا افزعها اعطي احد. طيب طيب تسمع تعليق الشيخ، شكرا لك يا مبارك. بارك الله فيك. الشيخ الاخ مبارك كان يسأل لا يصوم ويريد ان يعطي ويخرج، هل يعطي افطار الصايمين ام من يعطيها؟ الاطعام لي 60 مسكين كل يوم، لي 30 مسكين كل يوم مسكين، عدد الايام رمضان إذا كان أفطر رمضان كاملا، وإن كان أفطر بعض الأيام فحسب الأيام التي أفطرها، ويطعم مساكين ويجوز أن يعشيهم ويغديهم، ونحن في رمضان يفطرهم ويسحرهم، يجوز ذلك كله، ولو أعطاها المتجمعات هذه التي فيها أحضر لهم طعاما في المساجد فهذا أيضا يقضي يفي بالغرض إن شاء الله. نعم بارك الله فيك شيخنا فلا بالك. شيخنا على طاري تفطير الصائمين، أذكر فيه مقطع في بداية الشهر أو قبله بيومين انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحذر فيه من تفطير الصائمين، يعني يقول أن بعضهم يأتي لتفطير الصائمين غير مسلم، أو أنهم يأتوا مسلمين يأتي يفطر ثم يذهب ولا يصلي في المسجد، يعني يعني مثل هالأمور والعبادات، هل يأثم الإنسان أو أنه يدفع في تفطير الصائمين والأجر من الله عز وجل، ولا عليه إن كان مسلم إن كان يصلي في المسجد أو يذهب بعد الإفطار؟ إن كان مسلم فله أجر التفطير ويفوز بأجر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائم إن كان له مثل أجر الحديث، وإن لم يكن مسلم كان من الديانات الأخرى فأيضا له فيه أجر، لأن الحديث في كل كبد رطبة صدقة أو أجر، فهو يؤجر في ذلك، فلا نحجر واسعا. وهذه من أمور الخير التي يخرج فيها التكافل بين المسلمين، عندما يخرج إخواننا هؤلاء من العمالة ومن الذين لا يجدون ما يفطرون به ويقتاتون فيفطرون، فهذه والله من الأمور التي يدفع بها الله عز وجل أن النقم، ويوسع الله في رزقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم، فعلى الإنسان ألا يكون منفرا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا ميسرين، ما جاء بقول كونوا منفرين. بارك الله فيك شيخنا فالله بعلمك. أسألك في اتصال مع الأخ منيف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا منيف. يا أنا مساء الخير. مساء النور، تفضل يا منيف سؤالك. السلام ورحمة الله. كرما اسمعني من الهاتف واغلق التلفاز يا منيف. يا هلا يا شيخ، مبارك عليك من الشهر. علينا وعليك يا رب. عندي سؤال الله يحفظك، بالنسبة للصلاة التراويح إذا الإمام لم يعطي سكتة، هل المأموم يقرأ الفاتحة أم يكتفي بينصت؟ طيب والقول طيب. الراجح بين العلماء في القول هذا، نبي القول الراجح للعلماء. طيب طيب تسمع الإجابة، شكرا. والسؤال الثاني، سم سؤالك الثاني. في الطائف أغلب الناس يذهبون يصلون في مكة في حدود الحرم تراويح، يعني ماذا هل هو
منهي عن من شد الرحال غير الحرم وغير المسجد النبوي. طيب طيب يا مير، شكرا لك. شكرا شكرا لك انت يا حبيبنا، شكرا لك، بارك الله فيك. شيخنا الأخ منيف كان يسأل سؤالين، السؤال الأول يسأل عن صلاة التراويح، أن بعض الأئمة بعد الفاتحة مباشرة يشرع في القراءة الورد، وهنا هل على المأمون يأتي بالفاتحة أم أنه يكتفي بالفاتحة يقرأها الإمام، وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ السنة أن الإمام مباشرة إذا انتهى من الفاتحة قرأ ما تيسر، سواء في صلاة التراويح أو في الفروض، هذا هو الصحيح، وهذا الذي ذكره أهل العلم، وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره ابن قاسم في حاشيته في حاشية الروض المربع، وأطالوا الكلام على هذه المسألة، وأن الإمام يقرأ مباشرة سواء في رمضان أو في غير رمضان. وأما في الفرض حكم في نعم، وأما حكم قراءة الفاتحة فأرجح الأقوال أنها فرض واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو رأي الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا نص صريح. نعم، بارك الله فيك شيخنا. سأل السؤال الثاني، لكن قبل ذلك أستأذنك في اتصال مع الأخ بلال. السلام عليكم، حياك الله يا بلال. يا بلال كرما. عليك السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله. كيف حالك طيب؟ أهلا وسهلا. ألو، تفضل يا بلال سؤالك. بلال كرما اسمعني من الهاتف واغلق التلفاز كرما أو غير مكان. أنا عندي مرض السكر والصيام يثر علي. طيب، شكرا لك يا بلال، شكرا. تسمع إجابة الشيخ يا بلال، شكرا لك، بارك الله فيك. الأخ منيف السؤال الثاني يقول أغلب من يسكن في محافظة الطائف يتوجهون لصلاة التراويح في حدود الحرم، هل هذا يعتبر من السفر المنهي عنه أن يشد الرحال لغير الثلاثة مساجد اللي ورد فيها حديث النبي عليه السلام أنه لا بأس بذلك؟ الحديث نص صريح في هذه المسألة أنها لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ولكن إذا قصدوا أن يصلوا في حدود الحرم لأجل أن يفوزوا بالأجر الصلاة في الحرم فلا شك أن لهم ذلك ويؤجرون على ذلك إذا قصدوا ذلك. نعم، بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. الأخ بلال كان يسأل شيخ عن السكر والصيام، أن الصيام يؤثر عليه وهو مريض السكر، فماذا عليه؟ إن كان يحتاج لأبر الأنسولين وتنفعه بعد الله عز وجل فيتعاطاه، وإن كان لا ينفع ذلك ويضره الصوم فيحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبا. وأنصح الإخوة سواء الذي له عنده سكر يشق عليه ويؤذيه وقت الصيام، أو من يغسل غسيل كلوي، أو من عنده مرض من الأمراض المزمنة، أنصحهم جميعا أن يتقوا الله ولا يؤذوا أنفسهم ويفطروا. فأنس رضي الله تعالى عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كبر أشق عليه الصوم، أصبح يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم، كل يوم مسكين كيلو ونصف ويحمد الله عز وجل. الحمد لله، ودين الله يسر يا شيخ، بعض الناس يشق على نفسه وهو في فسحة من أمره. بارك الله فيك شيخنا. معي الأخ مشعل، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، حياك يا مشعل. عندي سؤال. عطنا سؤالك تفضل. ايش اسمه الحين يجوز صلاة التراويح؟ الو، معك يا مشعل، يجوز صلاة التراويح؟ ايش صلاة التراويح؟ هي ايش اسمه مجبورة على الصغير ولا مهم مجبورة؟ طيب، في سؤال ثاني. طيب، ايش اسمه التراويح مجبورة على الصغار ولا مهم مجبورة؟ طيب يا مشعل، سؤال ثاني. طيب، ايه ايش اسمه لا سم إذا أذن إذا أذن عادي نقرأ السحور ولا ما هو بعادي إذا أذن؟ طيب، تسمع الإجابة يا مشعل، شكرا لك حبيبي. الشيخ المشعل يسأل سؤالين، السؤال الأول يسأل عن صلاة التراويح لصغار السن. أسأل الله أن يبارك في الابن مشعل ويكثر من أمثاله، جزاه الله خير، أسأل الله أن يصلح ويقر عيني أهلا به. وأما صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة في حق الكبار والصغار، فعلى كل مسلم ومسلمة المحافظة والحرص على التراويح، لأن هذا الشهر شهر الحسنات،
وليس شهر تضييع الحسنات بل جمع الحسنات. فأنصح ابني مشعل وكل الأبناء والبنات أن يحافظوا على أن يصلوا التراويح كاملة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا ابني وجميع الأبناء والبنات أقول أنتم يكتب لكم قيام ليلة كاملة، تصلي مع الإمام 45 دقيقة، نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، يكتب لك قيام ليلة. فلا تحرموا أنفسكم ولا تضيعوا رمضان في التواصل الاجتماعي وفي الجوالات والبرامج التي لا فائدة منها. بارك الله فيك، نفع الله بعلمك. السؤال الثاني هو أكيد يدور في خلد كثير من المشاهدين يا شيخ، وهذا السؤال كل سنة يتكرر، متى يمسك الإنسان إذا سمع الأذان أو في أثناء الأذان أو عند نهاية الأذان؟ هذا السؤال لا يتكرر كل عام بل يتكرر كل لحظة، ومنذ ليلة دخول رمضان إلى الآن هذا السؤال تكرر كثيرا، كل يسأل هذا السؤال. فنقول إن المؤذن إذا شرع في أذان الفجر حرم الأكل والشرب، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمجرد ما يؤذن علينا أن نمسك ونقف معك أكل أو ماء ضعه وأتم عليك صيامك. نعم، بارك الله فيك شيخنا. سألك معي الأخ أبو فرح. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال أخوي؟ حياك الله يا أبو فرح. كرم، عندي سؤال الله يحييك. تفضل. من فاتت الصلاة الجمعة ما لحق على ما لحق على شيء، لحق بالسجود الأخير، هل يصلي ظهر ولا ركعتين؟ طيب شكرا لك يا أبو فرح، شكرا لك، بارك الله فيك. شيخ لعنجي بعد سؤال أبو فرح، من فاتته صلاة الجمعة ولم يدرك مع الإمام إلا السجدة الأخيرة، هل يصليها ركعتين أم يأتي بها ظهرا أو بركعات؟ من فاتته الركعة الثانية، فاته الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة وأدرك ما بعدها فقد فاتته صلاة الجمعة، فعليه أن يصلي ظهرا 4 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرك الصلاة أو الركعة بإدراك الركوع، فما دام أن فاته الركوع الثاني من الركعة الثانية فقد فاتته الصلاة. بارك الله فيك. معي الأخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عبد الله، تفضل. شيخ اللي تمام عشت مستنشق والموية حسبها في الحلقة، هل يفطر ولا ما يفطر يا شيخ؟ طيب تسمع الإجابة الآن، شكرا لك يا عبد الله. بارك الله فيك. الأخ عبد الله يسأل عنه استنشق وحسب الماء في الحلق، هذا يعتبر الآن أفطر أم لا؟ لا يفطر ما لم يشرب هذا الماء ويدخله جوفه، ولا يهتم الأخ عبد الله إذا كان لديه قلق وتوتر فيكثر الأسئلة عن مثل هذه المسائل، لا تقلق وصومك صحيح إن شاء الله، لأن الفطر مما دخل في الجوف أو من الأكل والشرب. نعم، بارك الله فيك شيخ. معي الأخ ناصر، بدون أنه استعجل. تفضل يا ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ناصر. يا شيخ سم دام فضلك سمعتك، الحين كان معي كوب ماء ودى المذن، أشربه ولا نزله؟ لا نزله، وقف. بس أنا بس كنت أشرب ودى المذن. خلاص، اللي ما ضاعف الله، اللي ما ضاعف الله عنه. أكمل أو لا؟ لا تكمل. جزاك الله خير وتقبل الله منا منكم سيامكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك ناصر، شكرا الله لك. شيخنا البعض يحرص على صلاة التراويح ويقصر أو يفرط قليلا في الفرائض كالظهر كالعصر، فرسالتك لهؤلاء؟ عندنا نوعان من الناس، أناس يحرصون على التراويح ويضيعون بعض الفرائض، وأناس يحرصون على الصوم ويضيعون أغلب الفرائض. فيحرصون على الركن الرابع يتركون الركن الثاني، وهذه مصيبة. فنقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصوم الذي لا يعود عليك بالتقوى فاعلم أن في صومك خلل، يجب أن تتقي. الصوم يعلمك التقوى، يعلمك مخافة الله عز وجل، وليس يعلمك النوم وترك العبادة وتفرط في الركن الثاني من أركان الإسلام الذي
قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فليحذر من يفعل هذا الفعل، وعليه أن يراجع نفسه وأن يصحح صومه بالمحافظة على الصلوات. بارك الله فيك شيخنا، فالله بعلمك. استأذنك في اتصال مع الأخ طلال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا طلال. مساك الله بالخير يا شيخ. مسيت بالنور والسرور. تفضل يا طلال، سؤالك. العام وانت بخير. وانت بخير. تفضل يا طلال. تفضل عشان الوقت يا حبيبي، تفضل. زكاة يا شيخ. سم. يا شيخ أنا عندي من الأغنام 150 راس. وعندي عيالها ولدوا بعد ما جبتهم، أنا ما جالها السنة الغرب عندي لسه. جاءوا عيالها 250، يعني هي عيالها صاروا 200 راس. وشريت أنا قبل فترة 60 راس، شريتها جديدة. يعني طلع عددها كلها 260 إلى 270 راس. فهل هذه يا شيخ أحسبها كلها إذا جاء عليها الحول أحسبها كلها 260 راس، ولا حسب الأساسية اللي عندي؟ طيب تسمع الإجابة يا طلال، شكرا لك، بارك الله فيك. وإن كان البرنامج يتعلق بما يتعلق في فتاوى رمضان، لكن نسأل شيخنا هذا السؤال. يقول عندها أغنام 150 راس، ثم أتوا أبناء لها 50 وأصبح العدد 200، ثم شرى 60 وصار العدد 260. يسأل الآن في الزكاة، هل يخرجها في 260 أم كم الصغار اللي جت؟ 50 والأولة 150. 150 نعم، وشرى 60. أما 150 والخمسون فهذه حولها واحد، متى ما حال عليها الحول يعني 150 فيحول على 50، لأن حول الصغار حول الكبار، لقوله اعتد عليهم بالسأخلة ولا تأخذها منهم. فالنتاج قال أهل العلم يحسب كالربح، فيحسب في جملة النصاب ويعده. هذه البقية الباقية 60 أو 60 إن كان حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة، وإن كانت في حول هذه الأولى، وإن كان حولها مستقل فمتى ما حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. حاصل الكلام أن كل ما لديه تجب فيه الزكاة، لكن لابد أن يكون يرعى الحول أو أغلب الحول. فإن لم يكن راعي وكان هو الذي يصرف عليه، والرعي يسميه العلماء جاء في اللفظ الحديث السائمة، فالسوم هو الرعي. فإن لم تكن راعية وكان يطعمها ويعلفها لأجل غرض البيع والشراء فتنقلب إلى عروض تجارة، فنقول إذا جاء نهاية العام تقدر قيمتها كم تسوى وتزكي هذه القيمة. بارك الله فيك شيخنا، نفع الله بعلمك. مع الأخ سلطان. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا سلطان. الله يحييك. طال عمرك. يجوز أني أقرأ في رمضان عن مثلا أختم عن ميت، أو أني مثلا أشتري مصحف مثلا بنية أنه مثلا الوالدي متوفي وأقرأها أنا مثلا بنية أني يعني ما أدري فيها، سمعت أنا كذا في طيب. الكلام هذا بس ما أدري وين الشيء الصحيح. طيب تسمع الإجابة يا سلطان، شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. شيخ الأخ سلطان كان يسأل يقول: هل يجوز الختمة عن ميت بقراءة القرآن ويختم عنه؟ وكذلك سؤال: إذا شرى مصحف وضعه في مسجد أو في مكان وقرأ منه شخصا حتى يختم نية لفلان المتوفي. عجبا في حال الناس أنهم يبحثون عن أمور لم يرد فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون فيها ويسألون عنها ويتركون الذي ورد فيه الدليل. إهداء الثواب للميت، ثواب التلاوة القرآن، لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل. فلذلك كثير من العلماء يقولون ليس مما من العبادات التي تدخله النيابة، فلا يهدي الثواب لميت، واحتجوا بعدم ورود الدليل. وابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أن الثواب التلاوة يصل إلى الميت، ولكن والله أعلم أن قول جماهير أهل العلم هو الراجح. هذا الأمر لم يرد فيه دليل. أما الأمر الذي ورد فيه دليل وهو إذا مات ابن آدم في الحديث الصحيح انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. فمسألة السؤال الثاني يقول يشتري مصحف
هذا من نشر العلم، هذا أفضل لأنه جاء به النص. فإن اشترى مصحفا أو اشترى كتبا للعلم ادعو لوالدك، لا تنسى والدك من الدعاء في أي لحظة من لحظاتك، اجعل له صدقات جارية، ليس مطلوب منك أن تضع أموالا طائلة، تضع القليل القليل. هذه الأيام كل يوم ادخل في الحسابات في البنوك ولله الحمد والمنة التي هي للجمعيات وللدعوة وجمعيات التحفيظ، وكل يوم تصدق لأبيك ولنفسك ولأهلك ولو بالقل القليل. اجعل هذا منهجك في رمضان وفي غير رمضان، هذا هو الصحيح، واجتهد في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدك ولموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا الله لكم شيخنا. معي الأخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله سؤالك. يا شيخ، إذا بلغت البلغ عند في رمضان هل يبطل صيامي ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة، شكرا لك، بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا لك. شيخنا يسأل سؤال أيضا من الأسئلة المتكررة عن بلع البلغم للصائم. والله أعلم أنه لا يفطر، أرجح الأقوال أنه لا يفطر، لأن ليس بغذاء وليس مغذي ولا في معنى الأكل ولا الشرب. ممتاز. نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بعلمك. مع اتصال. ألو السلام عليكم. يحيى تفضل يا يحيى. ها؟ حياك الله يا يحيى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغينا يا الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ، تفضل سؤالك. بغينا فضيلة الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ يا يحيى، كرما اسمعني من الهاتف واغلق التلفاز. في الحقيقة يا فضيلة الشيخ، أنا مر علي بعض من طيب أبشر يا شيخ. أنا في الحقيقة مر علي أيام رمضان اللي فات أو اللي قبله، أنا مريض كذا بالقلب وعاني من أمراض كثيرة، واستطعت إني يعني ما استطعت إني أقضي العيد. فبغينا فضيلة الشيخ يعني يفتينا، جزاه الله خير وجزاكم الله خير الجميع، كيف أعمل وكيف أسوي؟ دخل علي رمضان هذا وأنا الحمد لله يعني شافي شوية الحمد لله، لكن لم أستطيع أغفي أقضي الأيام اللي فاتت. الآن تصوم يا أخوي يحيى؟ صمت اليوم صايم وأمس صايم؟ أيوة أمس صايم واليوم صايم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، وبإذن الله تسمع إجابة الشيخ فيما يتعلق باللي قبل رمضان من قضاء عليك إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء. جزاكم الله خير الجزاء. آمين آمين وياك. شكرا لك يا يحيى. شيخنا يسأل أن عليه قضاء من رمضان الماضي وأنه مريض قلب غير ذلك، وأدركه رمضان لهذا العام ولم يقضي، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي بعد رمضان إذا كان يستطيع القضاء، يقضي بعد رمضان، وإن عجز عن القضاء ويضره الصوم فلا يصوم هذا الشهر ويطعم إذا كان مريض كما يقول، وإن كان عافاه الله فيقضي بعد رمضان ولا شيء عليه ولا كفارة عليه لأجل التأخير، لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يوجب الله عز وجل إطعاما ولا غيره. وهذا هو قول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن عليه القضاء من أخر الصوم، فعليه القضاء من أخر الصوم حتى أدركه رمضان الثاني فيقضي بعد رمضان ولا شيء عليه لأجل التأخير. وأما ما ورد من إيجاب الإطعام ورد فيه أثران وهما ضعيفان، ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الممتع. بارك الله فيك أستاذك. في آخر اتصال معي شيخنا في هذه الحلقة، آخر متصل لك أبو عيد. سلام عليكم أبو عيد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيد وكرما اسمع لي من الهاتف وأغلق التلفاز. كل عام وأنتم طيبين. وان طيب حياك الله يا فضيلة القاضي، الله يطول لي عمرك. يسمعك الشيخ يا أبو عيد تفضل. كل عام وأنتم طيبين. اسمعني فضيلة القاضي. سام تفضل. يسمعك الشيخ تفضل. طيب جزاك الله خير. في شخص عنده في شخص عنده دراهم ويعتبرها مصاريف لعائلته، عنده عائلة كبيرة ويعتبر هذه مصاريف لعائلته، هل هذه عليها زكاة؟
طيب طيب تسمع إجابة الشيخ أبو عيد، شكرا لك بارك الله فيك. شيخنا يسأل يقول شخص عنده مبلغ مالي وهذا المبلغ يعتبر مصاريف للأسرة، هل عليه زكاة أم لا؟ إذا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة ولا يضر بأنه مصرف للأسرة أو لغيرهم. إذا حال عليه الحول كل مال حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بعلمك وشكر الله لك. ولك إن شاء الله جزاك الله خير. شيخنا احنا في نهاية الحلقة نعتذر للأخوة المشاهدين يتصلون علينا يعني ليضيق وقت البرنامج، وإلا كان استقبلنا أسئلتكم، لكن بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة غدا بإذن الله عز وجل مع الدكتور سليمان بن عجلان العجلان بإذن الله عز وجل. شيخنا أن نختم هذه الحلقة بكلمة منكم للمشاهدين الكرام. أسأل الله أن تقبل صيامكم وقيامكم، عليكم بالإكثار من الدعاء، عليكم بالابتعاد عن كل ما يشوب صيامكم إياكم ومكدرات ومنغصات ومنقصات الصوم، إنما عليكم بكثرة العبادة، تلاوة القرآن، الصلاة، قيام الليل، كثرة الدعاء. ألحوا على الله عز وجل أن يوفقكم الله وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يحفظكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يصلح أبناءكم وبناتكم وذرياتكم وأن يصلحكم. الله شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بعلمكم. مشاهدي الكرام ها نحن وياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج فتاوى رمضان، لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل عصر يوم غد. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.